الاربع سيميليشنز. اول شيء بدي ابدا فيه طلع الافريج اوت دور تمبرشر. خليني اقول انا الان هلا مهتم بالست بوينت انها تكون سيلسيوس 70، رح خديها 70. اذا بدي اعمل بعدين بدي ارد اعيد الاربعه هدول على 60 65 55، فانا الان مهتم انه اعمله على 70. هلا لازم اجي اغير الافريج اوت دور تمبرشر، فبدال ال 50 هون ايش بحط؟ بدي اجي اختار الرقم الاول اللي هو تبع مارش 11.5، مش هيك مزبوط؟ مش 53 اسف 53 صحيح لانه فارنهايت، فهي 53 تمام. هي دخلنا هذا والديفيشن قديش لازم يكون؟ زائد ناقص 10، فبدخل هون وبغير هذا ل 10، هي صار الامبليتود، وهذا مفهوم انه 10 هو بلس ماينس لانه هو ساين ويف، وهي الساين ويف مبين هي ال 24 ساعة. فاحنا هي دول جاهزين، هيك دخلنا كل شيء، هاي جاهزة. هلا انا قديش بدي اعمل 48 ولا 24 اعمل؟ 24 نعمل 24 ساعة عشان نتأكد ان الرقم يطلع معنا هو يوم، ممكن اعمل 48 واقسم على 2 بس انا هاخذ 24. كيف عرفت انها ساعة؟ ما مكتوبة هون ساعة، انا بعرف انها ساعة من السياق من البارامترز اللي انا حاططها. هلا بنعمل رن طبعا. لاحظوا انا ما غيرت شيء بالام فايل، اذا غيرت شيء بالام فايل بدي ارد كمان اقرا الام فايل. تعمل له رن اعمل له رن او تعمل له رن اذا بدك بعدين تعمل رن للموديل. ممكن لو انه هلا انت يمكن عندكم مش شايفينه مضبوط، انا عشان ما اضطرش اغير رح اقرا الرقم من هون. هي التكلفه، شايفين التكلفه هون؟ تقدر تضيف ديسبلاي. ديسبلاي حط كومبوننت على السيميليشن الاصلي اسمه ديسبلاي، طلع لك الرقم. بطلع لي الرقم. تمام، نحط ديسبلاي قصدك هناك. تمام اوكي، انا كنت بس بدي افرجيكم هذا. هي بعرف انتم مش شايفينه مضبوط، بس هي الاوت دور تمبرتشر، وهذا الهيتر عماله بيشتغل بيطفي. كل ما اشتغل الهيتر تطلع درجه حراره المنزل، بس اطفيه تنزل درجه حراره المنزل، برد بيشتغل الهيتر تطلع درجة حرارة المنزل. هلا نحط ديسبلاي. تمام اوكي، خلينا نحط ديسبلاي هون. فعندي هلا هون فيو لايبرري براوزر. هلا هون اظن commonly used blocks or sinks. سينكس. فبناخذ انا هي الديسبلاي، الديسبلاي بيسهل علينا زي ما انتم حكيتوا. اد تو. انا شايفين زي ما حكينا هي الكوست هون. من ديسبلاي. نعمل رن مرة ثانية. اوكي؟ هي 13 دولار، يعني اخذتني هذا اليوم اللي هو بيمثل مارش حتى ادفي هذا البيت اخذني 13 دولار. هلا في رقم هون يمكن مبالغ فيه، انا بعرفش بالضبط شو الخطا، يعني في شيء مش منطقي. 73 بس احنا ممكن نعم تقريبا 30 سلسيوس ممكن يكون عالي شوي، يعني ممكن يكون عالي اني ادفي من هذا الرقم، بس على اي حال احنا الارقام نفسها كابسولوت ما بتهمني كثير، بيهمني الطريقه. فانا الان رح اخذ ال 13 واحطها هون، وهاي وحدتها طبعا 13 دولار بير داي، بس هذا لشهر جون. شو لازم اعمل الان؟ عفوا لمارش، هذا لمارش، فهذا خلينا نحطه تحت هذول، هيو 13 هون. هلا بدي انزل اخذ جون، جون بعمل نفس العمليه، بدي اخذ 74 و12 مش هيك؟ هلا بناخذ هون بنروح 74، هلا المفروض يصير اوفر او ارخص مش هيك؟ لانه الجو حامل، فهي 74 اللي هي الافرج اوت دور تمبرتشر، والفاريشن كانت قديش؟ 12. هي 12. هلا بنرد نعمل رن 24 ساعة. هي اختلف، نزل من 13 من قديش؟ من 13 ل 1 تقريبا او 1.1 دولار. هلا ناخذ اللي بعده اللي هو 74 و13، هو اختلاف بسيط بس خلينا نعيده مش مشكلة. فهي 74 ظلت نفسها، هذه بدل ما تكون 12 صارت 13 الفاريشن 13 درجة فارنهايت. نعمل اوكي، نعمل رن.
1.38. ضل عندي اخر شهر اللي هو ديسمبر 49.80. هلا بدك تعمل 12 تقدر تعمل 12، رح تاخذك وقت طويل، رح تكون ادق تطلع ارقام 12 شهر بتاخذ الافرج تبعهم، بس رح يصير كثير. فاحنا هون هلا بنغير بدال 74 بنحط 49، وهون بنحط فاريشن 8. هي 8. شو متوقع هذا يزيد؟ شو بنتوقع يكون بالنسبة لمارش؟ يمكن يكون أعلى لأنه هذاك 53 وهذا 49. 16.35 فعلا أعلى طلع. 16.35. هلا بدي الكوست افرج بير دي شو بكون؟ باخذ الافرج تبع الاربع. لا هي عند ال 70 صح؟ هذا كله عند ال 70 صحيح، يعني هذا كله الاناليسيز اللي هون، عفوا هذا اللي طلعناه هون، هذا ات 70 فارنهايت. لو بدي اخذ ال 65 شو بدي اعمل؟ بدي اخذ هدول الارقام نفسهم بس اعمل رن للموديل على 55، شو بغير؟ ست. بغير الست بوينت، بعيد نفس العملية. ولذلك إذا بتعرفوا تكتبوا البرنامج تبعه بسهل عليه كثير، لأنه هو كل عم بعمله عماله باخذ مجموعة أرقام، بتقول له اعمل لي رن أربع مرات على 70، اعمل لي رن أربع مرات على 65، اعمل لي رن أربع مرات وخذ الأفرج، هذا كله ممكن ينكتب في الماتلاب كود سكريبت وتنادي السيميلينك موديل. اللي مهتم في موديل أوتوميتد بفرجيكم إياه. أوكي؟ بسهل. بس كويس انك تعمل اول ثلاثة اربعة تعملهم بنفسك حتى تفهم شو اللي بتعمله. هلا ناخذ هدول، قديش الافرج تبع هدول؟ 13.1.1.38 و16.35. هذا طبعا بيطلع اليونت دولار بير داي. لازم اطلع طبعا كوست بير يير. فبدي اضرب فيه 365 بعطيني دولار بير يير. قديش طلع معكم الافرج تبع الدي؟ مش شايفين الرقم صح؟ قديه؟ مش شايف الرقم. اه 16.35 1.38 8 7.95 تقريبا 8. فانا هون شو عم بقول؟ عم بقول اذا انا قررت اخلي درجة الحرارة داخل المنزل اللي انا بعملها سيتنج اول ما ادخل على البيت وبجهزها بحطها، اذا بدي البيت يكون 70 درجة هاي السيت بوينت قراري انا، بناء على مدينة عمان حسب الأربع أيام هدول on average رح أدفع في اليوم 8 دولار تدفئة. سنوياً قديش رح أدفع؟ 8 في 365 2900 و4. طبعاً زي ما حكيت هدول الأرقام يمكن يكون مبالغ فيها، بس المهم هي الميثودولوجي الطريقة. هي رح تطلع معنا 2904 دولار per year. هي خلصنا رقم، هذا الرقم هو رقم واحد على هاي هون عندي ست، مش هيك؟ مش احنا اللي عم نغيره الست تمبرشر، اللي عم ندرسه هو الست تمبرشر، فعندي هاي 70 طبعا هاي فارنهايت، ممكن يصير عندي بعدين 65 60. قديش بدي احط هون؟ الانيوال 2900، فهي مثلا 3000 هي 2000. هاي النقطة كم سيميليشن وراها؟ أربعة. شو بتمثل؟ بتقول لي إذا أنت بدك تحط 70 بدك تدفع هذا المبلغ. باجي مباشرة أنا طبعاً بشوف هذا المبلغ هائل، شو بجرب مثلاً؟ 60 برضه 50 وبشوف قديش. طب شو بده يصير بالتكلفة؟ بدها تنزل. أوكي بدي نعيد أربع مرات ثانية، بعيد هذول أربع مرات ثانية. هل هذول برجع برد بطلعهم من جديد؟ درجات الحرارة في جون ما بطلعهم. شو اللي بدي اعمله من جديد؟ بدي اخذ هدول الارقام اعيدهم اربع مرات، بس هون بكون مغير هذا الرقم هون بدل 70 بحطه مثلا 65 او 60. واضحه الطريقه؟ رايي اساس بنغير الست بوينت. الست بوينت هلا انت بدك تشوف قديش 70؟ 70 22 تطلع؟ تقريبا. هلا منطقا انت قديش رح تحط؟ مش رح ما رح تروح تحط فنجان تحط 30 سلسيوس؟ 24 70 70 قديش بالسلسيوس؟ 30